الناس جاي تنظر إلى ما جاي ينتج السيد السوداني. محاولة ابتزاز الشارع، يجيني 10 يجيني 15، أكو قانون يكسر رقبة القانون باكر عقبة التظاهر وغيره وغيره، أكو قانون من حق أي أحد يتظاهر في العباس بالقانون 38 من الدستور نص بالقانون. احنا ما عندنا هيلقية الكاظمي وذيك الايام الرخومة سيد عادل، اليوم عندنا قانون وهذا القانون يبسط والقانون يحق إلش والغير. أنا أريد أتظاهر على السوداني وطلعي تظاهرة وسجل التظاهرات وغيرها. لا، التهديد هو هذا. اليوم 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 اكو شغل وشغل على الارض، وما شاء الله المشاريع تارس الشوارع، والعده مقاوله وغيره، خليه يروح ياخذ فلوسه احسن ما يسوي اعلانات ابتزازيه حتى يطلع فلوسه، هذه كلهن نعرفهن. اليوم اكو محاوله واضحه جدا لتضعيف السيد السوداني وحكومته. اللي جاي تشتغل على المستوى المحلي وعلى المستوى الاقليمي، جاي يشتغل ملفات اساسيه. انا اليوم اجي اشغله بسوالف شنو؟